لا بروموسيون في الاول كاين مازال شي بروموسيون هاد لا بروموسيون غندخلوها اليوم في لي في لي بروكار زيد السي سعيد من الثامن جبد لي سعيد من ليلاس كاين هاد البروكار هذا بروكار ملبت بروكار ملبت شكل تيبان روعة قفطان كيف ديما تنقولو أو لبسة خفيف شوف طايح في هاد لاكولوغ هاد البيج بالنسبة للعريسات والكافات لون راقي البيغلاج ديال هذا تا هو زوق كاين هاد لو فيغ فيه البيغلاج مختلف شوية زومي البيغلاج هنا داكشي اللي درت هذا البيغلاج ديال الديزاين وتنقول خفيف انا تنقول هكا في هاد الصابلي هذا لسان هذه يقدر يتبطن يقدر يجي قفطان اون بياس يقدر يتبطن يقدر يجي لبسه على حساب كل وحده هذا عاوتاني بيغلاج شكل اخر العروشه اللي نبتي سين كولور زوينه صابلي دونك كيف كنقول لك ها صافي ملي كنجمع هكا راه غير باش كنبين الخفه ديالو راه ماشي شي ثوب لي داير لي واقف في هاد الزواقه عاوتاني في البوردو دونك الا خلي الا شفتي عندنا لو برا عندنا لو فيغ وعندنا هذا وعندنا ان غري ديالو اللي غيحل لينا سعيد هو ملبت اوترومون كاين اختلاف في التنبات على حسب الزواقه لان كل واحد درو شمتو في شكل هذا فيه عقيقه كبيره سي هذا الي اون غري شوف هذا بحال دابا هذا ملبس مهدي بالزرق تقدر السيده تبطنو بالزرق بالزرق باش دير له غابيل باش تخرج داك لا كولور شوف غادي حتى واحد المنظر مزيان تبدل المنظر ديالو انا غير تنقصاكو هانسا يقدر يتخدم هكذا كيبان داك لو غابيل ديال لا كولور تخرج الزرق لا بغات ديرو لبسه بغات قفطان تبطنو ها هو تيجي كيبان هكا من الجنب مبطل فوالا بز هاد لا كاين هذا ان ليجي موطارد ولا شامبان زربية ان تابلو ليلى ان تابلو دونك هانسا كتشوف الوان حاول تخلي لي الوان كل واحد يوقفو فوق الطبلة الخضر اللي تبارك الله اللي ديما مطلوب للعريسات والعراس ديالنا هذا الزواقه ديالو سمحوا لي كنهضر بشويه راه نهار كله حنا واقفين وضربنا شويه د البرد دونك هادو شوف هذا خضر وهذا خضر هذا مختلف على هذا هذا فيغ بوتي وهذا فيغ وايا غادي نرجعو الزواقه ديال هذا بوحدها والزواقه ديال هذا بوحدها فوالا هانت الى مشينا هنا كاين هاد لو بوردو الزواقه كي دايره مشينا لهاد غري سي تان غري سي تان فيغ هذا مختلف على هذا زواقة مختلفة على زواقة كاين هاد الصابلي اللي قلت قبيلة ايه دابا هذا فيه هاد لو روج تقدر السيدة دير له البوردو من التحت ايه تبطن تبطن به او ديرو قفطان كيبقى الاختيار ديالها غير باش كترجع اللبسة عندها قيمة كثر حيت كاين شي اختلاط كيعطي واحد لو كادغ حسن ملي تنشوفوه قدامنا دونك باقي عندي الوان سعيد في البروشي هاد البروكار مثلا هانسا مهدي هذا فيه لو روج هانسا مع لو روج كيسكو سا دون شتي هزا سعيد من تم شتي خلي لو روج يبان باش يعرفو كيبان داك لو رابيل كيبان داك لو رابيل
دونك عطيني اللون الاخرين باقي. عطينا الثمن ديال هذا البغوشي هذا المنبت. الثمن بغيتو الثمن. الثمن اون بروموسيون. حصريا عند اتواب جيجي. اللي عجبك. صحباتي حباباتي بمناسبة رأس السنة. بوغ لو لا نوفيل اني ان شاء الله 2020 خلي علينا وعليكم الصحة والسلامة. 700 درهم 700 درهم واللي جات مرحبا والف مرحبا ومازال المزيد طيلة الاسبوع باذن الله. مازال واحد البغوشي اخر. مازال واحد البغوشي اخر. مازال غتوريني بغوشي اخر وانا كيسحب ليا مازال كملت في الساعة شي ليتو بزاف اخويا. احنا راه قلنا تال تال كل شهر ان شاء الله. تال كل شهر يلاه سعيد. هذا هو بغوشي لي مدوبل شتي هذا الفرق ديالو بينه وبين هذاك ما منبتش لاخر بيغلي وهذا ماشي بيغلي ماشي ليجيرمون بايتي فيه داك الحجيرات كي قلنا هاد لاكولور هادي كاينه فيها الزواقه كاينه وديما كنعاود نحكر راه هذه ها انت تبع الخفه راه ما واقفش راه خفيف ما فيه حتى كيلو ولا كيلو ونص هكا ميم با ميم با خفيف رانا كنقولها للكليان خفيف دونك لبسه جلابه مازال كيتفور كيطيح مازال كيتفور وتيهبط فيه هاد لو بلو موف او لا كولور بلو غري دور كانوا فيه هاد الناس كانوا مبقاوش دونك في هادو ولا هاد اللون اللي بقاو اذا في هذا تا هو ها انت سعيد حلو باش يزومي لك عليه وانا غادي نحل هاد البوردو دم الغزال تيجي غزال وزويون مهدي العريسات هاد العريسات هاد الوين تا راقي غنبقاو العرايسات حنا ما نلبسوش كلشي نلبس العروسه تلبس موت العروسه تلبس اللي معروضين يلبس جدات جدات العروسه تلبس لي كغون ميغ يلبسو في السابع ديال وليداتهم ان شاء الله دونك في هاد لو بوردو وفي هاد لو سيال في هاد لو فيغو وفي هاد الباج والخفه خفيف ياك سعيد دونك هادو اللي كاينين ولا بروموسيون ديال هادو الثمن ديالهم شحال؟ قال لك سعيد ثمنه خفيف. نخليه هو يقول الثمن شحال؟ قول قول لنا الثمن سي سعيد. 500 درهم وهذاك اللي منبت 700 درهم. منبت 700 درهم وهذا 500 درهم حصريا. وتنعاود نقولها لو باك د العروسه حنا ما افيشيناهش ولكن راه فيه مفاجاه للعروسه ان شاء الله اللي تمدات لو تخوسو ديالها كيف وعدتها عندها ان تري تري بو كادو دو لابار دو مدام كريمه ماشي من اثواب جيجي من عند كريمه خاصه مرحبا تبارك الله عليك الوالده الله يحفظك ومرحبا بكم وسابونا وشجعونا وكان شي تعليق ولا شي حاجه في محلو مرحبا النقد البناء مرحبا به فعلوا الجرس ياك هكا تقولوا فعلوا الجرس فعلوا الجرس وديروا ابوني والعنوان كي كنقولوا ديما شارع افغانستان الحي الحسني اون فاس مع تاكوز زهرة القدس حدا لي فلوريس سينون سيغ جوجل الناس اللي خارجين كازا ولا هذا بغاو يجيو مرحبا بهم سيغ جوجل كدير جي جي تي سي كيعطوك لوكاليزاسيون ديريكت تجيبك حتى للمحل بغيتو كريمه ديرو سميت كريمه وجيو عندي انا ديريكت ما تجيوش عند اثواب جي جي جيو عند كريمه مرحبا بكم مرحبا واللي بغات شي حاجه في الخياطه حيت كيسولونا الناس على الخياطه مرحبا اللي بغات شي حاجه في الخياطه ولا في الثوب ولا ما بغاتش غير تخيط بغات غير تسول شنو دير لكم موديل مرحبا ما كاين حتى شي مشكل اي استشاره على الثوب في صالتو خياطتو شي يجي معاه شنو ما يجيش معاه حنا كي كنقولوا خدامين ديالكم الف الف مرحبا كنشكرك يلا شكرا وما تنساوش تفعلوا الجرس شارع الحي الحسني شنو سميت الزنخ افغانستان شارع افغانستان شارع افغانستان قابل معايا زهرة القدس مول الماكله المهم كنضحكوا معكم شويه حباباتنا صحاباتنا مي شارع الحي الحسني شارع افغانستان البدايه ديالو اون فاس زهرة القدس ومرحبا والف مرحبا واتصلوا وانتقدوا واي حاجه مقبوله منكم مرحبا والف مرحبا وشكرا ولنا لقاء غدا باذن الله ضروري